الله يعطيكم العافية يا رب. تعرفنا بالفيديو الماضي على مفهوم الـ MVC، واتفقنا أن الـ MVC هي عبارة عن Model View Controller، وحكينا أنه بهذا الفيديو لازم نتعلم شيء اسمه الموديل. طيب، حكينا شيء بسيط عن الموديل بالفيديو الماضي، أنه الموديل هو يلي بيربطني بالجدول تبع الداتابيز. الموديل مسؤول عن هاي العملية، يعني هو يلي بيقدر يوصل للجدول تبعه. انتبهوا، عم قول يوصل للجدول تبعه الخاص فيه، يعني كل جدول ممكن يكون له موديل، هذا الشيء عادي وطبيعي. طيب، كيف بيصير هذا الموديل خاص بالجدول المعين؟ انا كيف بعرف هذا الموديل لاي تيبل بينتمي، او كيف بربط هذا الموديل بالجدول تبعه؟ هلا في شويه معايير لارافيل سهلت لي اياها وبسطتها، رح نتعرف عليها ضمن الفيديو. طيب، طبعا نحن ما نسينا البروجكت اللي بلشنا فيه، حكينا انه بدنا نمشي على التاسك مانجر. انا عم بشتغل على هذا البروجكت، كنت مساوي بالداتابيز بالمايجريشن، كنت عاملين جدول تبع التاسكس تمام، وعاملين اكثر من كولوم، 3 كولوم موجودين عندي. فانا هلا بدي ساوي موديل كرمال هذا التاسكس. ليش لساوي موديل يا ترى؟ لانه اتفقنا انه الموديل هو المسؤول عن العمليات اللي بتطبق على هذا الجدول. يعني مثلا انا بدي ساوي عمليات اضافة، حذف، تعديل، اي شيء من غير من الامور، يعني كله بده يتطبق على هذا التيبل عن طريق الموديل. طيب، انا كيف بنزل الموديل الخاص بهذا التيبل؟ ببساطة، نحن متعودين انه اول شيء بنكتب PHP artisan تمام. انا بدي اعمل موديل، انا شو علمتكم؟ لما بدي اعمل فبقول له ميك تمام ونقطتين. طيب، انا شو بدي اعمل؟ يعني ببساطة واضح اللي عم قلكم عليه، انا عم قلكم بدي ساوي موديل. طيب، شوفوا وين الموديل موجود، بالاب بنلاقي موديلز تمام. اذا بفتح هذا الفولدر شو بدي الاقي؟ بدي الاقي الموديل اللي جواته. رح لاقي موديل واحد يلي اسمه يوزر. طيب، شو هو هذا اليوزر؟ انتو يعني شو بتتوقعوا هذا اليوزر؟ مثلا مو هذا موديل يوزر، فلازم يكون مسؤول عن شيء تيبل. فنطلع على المايجريشن، هي التيبل اللي عندي. طيب ليكم، عندي جدول اسمه يوزرز، معناتها هذا الموديل اللي هو يوزر مرتبط بالجدول او مسؤول عن الجدول، فينا نقول اللي هو يوزرز. طيب، كيف عرفت انه انا هذا الجدول انه مسؤول عن هذا الجدول؟ هل بس لانه اسمه بهذا المنظر؟ لا، هلا بنتعرف ليش بالضبط. طيب، انا بدي اعمل موديل، فانا بكتب PHP artisan make model تمام. هلا بدي اسمي الموديل. هون رح يجي الشيء اللي بدي انتبه عليه كثير. انا لحد الان هذا الشيء ثابت عند الكل بده يكون، اما هون بدي اسمي اسم الموديل. طيب، شو برايكم لازم اسمي اسم الموديل؟ هلا رح تتوقعوا بما انه الجدول اسمه تاسكس تمام، فلازم يكون الجدول كمان تاسكس. طيب، هل يا ترى هذا الشيء صحيح؟ لا، يفضل دائما انه الموديل يبلش بحرف كابيتال تمام، وبعدين بكتب تاسك. لاحظوا، هاي التاسك بالمفرد، اما الجدول كان بالجمع. لهيك اللارافيل انت لما تساوي موديل تمام، انا سميته تاسك، فهو بيروح بياخد الجمع تبع هاد الموديل، انا سميته تاسك. طيب، وين جمعك يا تاسك؟ لحاله بيفهم انه ضمن المايجريشن اذا كان في جدول اسمه تاسكس اللي هو الجمع تبع التاسك، فهذا التاسك الموديل مسؤول عن هاد التيبل. كتير ممتاز. طيب، لنفرض انه ضعته، هذا الشيء ما انه ثابت دائما، يعني في كلمات احيانا ما لها جمع اصلا، فهل يا ترى اللارافيل كيف بيفهم كل واحد وين جمعه؟ مثلا انا عم سمي تيبل بغير اسم، يعني مثلا الموديل تبعي، تخيلوا معي اي اسم ببالكم، هذا الاسم ما له جمع تمام. فانا لما بدخل هذا الموديل اكيد ما راح يعرف الجمع تبعه ضمن المايجريشن. طيب، انا كيف بربط الجدول بالموديل تبعه؟ هلا بنشوف. بس خلونا نساوي هذا التيبل، عرفتوا بس انه هلا حاليا انه كيف ربطت انا هذا الموديل ضمن المايجريشن تبعه. هون تاسك بالمفرد، هون تاسكس بالجمع تمام، وهون طبعا عبارة عن كابيتال، وهنيك لهيك قلت لكم دائما اسم التيبل لازم يكون بالجمع. طيب، كتير ممتاز، نساوي الموديل تبعنا. طيب، كتير ممتاز، عم يقول لي انه تكريت هاد الموديل، لازم ينزل ضمن الفولدر تبع موديلز. صار عندي ملف اسمه تاسك، هذا التاسك هو عبارة عن كلاس عامل اكستنت من الموديل. كتير ممتاز، يعني لارافيل مجهزيت لي كل هاي الامور، وعاملة الامبورت اللي بتناسبه، والنيم سبيس اللي هي تبع المودلز، وغيرها من الامور كلها جاهزة رح بتكون ضمن الموديل، لانه لارافيل مجهزيته ضمن الكوماند اللي هي PHP artisan make model. طيب، كتير ممتاز، خلونا نروح على الدوكيومنتيشن تبع لارافيل. طيب، انا هلا بدي ادور على الموديل ضمن الدوكيومنتيشن.
رح لاقي الموديل ضمن شيء اسمه Eloquent ORM. طيب شو هي هاي Eloquent؟ رح ندخل عليها. رح روح على Started. تمام ممتاز، هاي Eloquent فتحت معي. طيب رح لاقي Introduction أول شيء، رح لاقي Generating Model Classes، رح أدخل على هاد الهاشتاج. تمام طيب ليش الموديل موجود ضمن شيء اسمه Eloquent ORM؟ طيب هاي Eloquent ما رح نحكي عليها بهذا الفيديو، بس رح اعمل لكم لمحة بسيطة انه شو هي Eloquent. Eloquent هي اللي رح بتبسط لي عمليات الإضافة والحذف واي امور، كل شيء بيتعامل مع الموديل. يعني انا بكرة بالفيديوهات بعد فيديو او فيديوهين انا بدي اعمل create وبدي اعمل update وبدي اعمل delete للكولوم مثلا، او عفوا الاسطر ضمن الداتابيز، كل ما بيضيف شيء جديد، فهذا الشيء كله بده يصير عن شيء اسمه Eloquent. وطبعا اتفقنا انه الموديل هو اللي مسؤول عن هاي الشغلات، لهيك الموديل موجود ضمن الـ Eloquent ORM. طيب لاحظوا شو حكالي اول شيء بالبداية عن الموديل، انه كرمال تولد موديل انت، فانت عن طريق الـ Artisan Command بتعمل Generate لنيو موديل. شو هو الامر؟ PHP Artisan Make Model. ممتاز، ولاحظوا كيف نبلش حتى هو بحرف كابيتال ومسمي الموديل تبعه، كتير ممتاز. طيب لاحظوا شو عم يقول لي هون، عم يقول لي اذا بدك تولد يعني تعمل جنريت لداتابيز مايجريشن، لما تعمل جنريت للموديل فانت فيك تستخدم الامر اللي هو مايجريشن اور تحط داش وام. طيب شو قصده بهذا الامر؟ طيب خلونا نطلع على هذا الشيء اللي كاتبه، عامل بي اتش بي ارتيزان ميك موديل ومسمي الموديل تبعه. طيب لشو هي الداش داش مايجريشن حاطه؟ لنفرض انا عم بكتشف، فانا يلا خلونا نروح نجرب ننفذ مثل هذا الامر عند ضمن البروجكت. انتو حاولوا توقعوا انه شو ممكن الشيء اللي بيصير لما اعمل هذا الامر. رح روح على ال VS Code وقول له PHP Artisan Make، وحكينا انه عم يساوي كان موديل، وبعد الموديل عم بسمي الموديل تبعه. مثلا انا عم حط انه الموديل اسمه كار. تمام لاحظوا كيف كابيتال والباقي عادي، وطبعا ما نو بالجمع. طيب كان عامل هو داش داش مايجريشن، او حكالي فيك تعمل داش وحده وام. شو يعني هذا الشيء؟ يعني اختصار للمايجريشن. تمام انا بفضل دائما اني استخدم الاختصارات. طيب نعمل انتر لشوف شو راح يصير. لاحظوا شو صار معي، عمل لي تنتين كرييت. طب شو هي الشغلتين اللي نزل لي اياهم؟ حكالي انه انا عملت لك موديل ضمن القرص اي كورس لارافيل تاسك مانجر بالاب بالمودلز كار دوت بي اتش بي، وين ضمن المودلز؟ طيب هاي المودلز عندي ليكو كار. ممتاز، انعمل لي موديل، مو هو اصلا بينفذ موديل. طيب كثير ممتاز. طيب شو هي البقيه تبع المايجريشن؟ لاحظوا الكريات الثانيه عامل لي مايجريشن، وين عملها هي المايجريشن؟ ضمن الداتابيز مايجريشنز، هاي الداتابيز وهي المايجريشنز. تمام فلاحظوا شو عمل لي، عمل لي تيبل سماه كارز لحاله، سماه كارز بالجمع. تمام يعني هيك صار التيبل تبعي مربوط بالموديل تبعه، بتعليمة واحدة قدرت نزل الشغلتين سوا، كتير ممتاز. يعني لريح حالي بدل ما اعمل الموديل لحال وبعمل مايجريشن لحال، كونه دائما عم نزل الموديل مع المايجريشن تبعه، فدائما خلاص بعمل نفس الامر PHP Artisan Make Model، اسم الموديل وبقول له مايجريشن، فهو لحاله بيفهم اللارافيل انه بدك تساوي موديل بهذا المنظر اللي هو كار، وهو رح بيساوي المايجريشن تبعه اللي هو التيبل بالجمع، وطبعا هذا الكار بينتمي لهذا التيبل، يعني مسؤول عن العمليات اللي بتطبع على هذا الجدول. كتير ممتاز، ملاحظين قديش الامور كل ما عم تتبسط. انا حاليا خلينا نحذف المايجريشن هاد، كونه مشروعنا بيحكي عن تاسك مانجر، ما بتهمني هاي الشغلات هلا، ليش لحطها عندي اصلا؟ فانا بس كنت عم فرجيكم مثال كيف بيتم الامر، وبعملنا ديليت. طيب نرجع على الدوكيومنتيشن، اتعرفنا على هذا الامر. طيب ننزل شوي لتحت، رح تلاحظوا في عندي الفاكتوري، هي اختصارات كمان. طيب نحن ما بنعرف شو يعني فاكتوري، خلونا ننسى هذا الشيء، والسيدر كمان ما بنعرف، كمان رح ننسى هذا الشيء، بالفيديوهات الجايه رح نتعرف عليهم. طيب لاحظوا هون في شيء نحن بنعرفه اللي هو الكنترولر. طيب شو بيساوي هذا الكنترولر كمان؟ كمان عامل بي اتش بي ارتيزان ميك موديل ومسميه وحاكي له داش سي كنترولر، يعني قصده اللي هي ليكا، هي اختصاره بس. معناته شو برايكم بيساوي؟ معناته بيساوي لك مع الموديل الكنترولر تبعه. طيب كتير ممتاز، صار مبسط لي حتى بيساوي لي كنترولر معه. طيب انا بدي انزل مايجريشن وموديل وشو كمان؟ وكنترولر،
يعني 3 شغلات بسطر واحد، بيزبط هذا الشيء برأيكم؟ بيزبط وليش لا؟ فبروح على الفي اس كود بقول له php artisan make model. انا شو اسم الموديل تبعي؟ خلونا نسميه كمان كار. طيب انا سميت الموديل وانتهت عمليتي، هلا بدي اضيف على الموديل الملحقات تبعاته، تمام؟ فانا مع الموديل شو بدي انزل؟ بدي انزل تيبل تبعه، لانه طبعا ما بدي اخزن الخصائص تبع السياره، طبعا بدي تيبل كرمال الكار. فانا بقول له داش وحده، لاحظوا انا عم بستخدم الاختصارات، فبقول له ام. الام شو هي؟ مايجريشن. طيب شو بدي غير هي الام؟ بدي سي اللي هي كنترولر، تمام؟ يعني راح ساوي شو؟ راح ساوي موديل مايجريشن وكنترولر، تمام؟ فبعمل انتر راح بكريت لي 3 شغلات، ممتاز. بروح على الكنترولر اول شيء بالاب ضمن الاتش تي تي بي بينزل كنترولرز، تمام؟ ليكو لاحظوا التسميات كيف عم بتكون، اول شيء عم بحط اسم الكنترولر تبعي وبعده بكتب كنترولر، طبعا عباره عن كابيتال كل كلمه، ممتاز. هاي الكنترولر صار جاهز. طيب غير الكنترولر في عندي الموديل، هاي الموديل صار نازل، وهي التابل كمان سواليه، كتير ممتاز. شايفين قديش كمان لسه تبسطت الامور اكثر واكثر؟ يعني ساويت 3 شغلات بسطر واحد من التيرمينال، حفظنا لهذا الامر رح نستخدمه بعدين كرمال نوفر للوقت. بقى انا خلاص بس يكون بدي موديل وبدي كنترولر وبدي مايجريشن، كلهم بدي اياهم بنفس الوقت، فانا ليش لعذب حالي ونزل كل واحد لحال وراعي التسميات؟ لا خلص، اهم شيء بسمي الموديل وببلش بكابيتال وخلص، الباقي لحاله بيفهم اللارافيل كيف بينزلهم. طيب نرجع، بدي منكم تحذفوا المايجريشن وتحذفوا الموديل وتحذفوا الكنترولر. انا حذفت كل شيء بخص الكار لانه اتفقنا انه البروجكت تبعي هو عباره عن تاسك مانجر، ما بيهمني شيء اسمه كار ضمن البروجكت تبعي. طيب مكملين كمان بالاوامر تبع الارتيزان، طبعا بدي اعذبكم اليوم كثير يعني لانه الفيديو فيه كثير كميه حفظ، ممكن يعني تلاحظوا كميه حفظ، لكن فينا نعتبره انه يعني بالفهم بيمشي حاله. يعني كيف عم ساوي موديل انا؟ يعني عم حفظكم اياها بطريقه انه خلص يعني بس تتذكر هاي الشغلات فانت بتكتبها بدون ما تكون حافظها، تمام؟ فانا هلا بدي اعلمكم كمان على كم امر مهم جدا نتعلمهم كرمال نفوت بالفيديو الجاي ونحن جاهزين لكل شيء امور، بحيث تمكنوا هاي الافكار وقت تبلشوا الفيديو اللي بعده، كرمال ما شتتكم بالفيديو الجاي بهاي التعليمات وتبلشوا تضيعوا وتنسوا وغيرها من الامور، لا بنمكنهم بهذا الفيديو، بالفيديو الجاي بنفوت ونحن جاهزين. بنرجع على الدوكيومنتيشن وبننزل شوي لتحت، كمان 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 شوي. لاحظوا شو عندي هون، عم يقول لي تيبل نيمز. طيب شو هي التيبل نيمز؟ طيب نحن حكينا انه احيانا انا بساوي موديل فما بيكون في له جمع ضمن المايجريشن، فاحيانا لارافيل ما بيعرف يوصل التيبل بالموديل تبعه. طيب انا شو بساوي بهي الحاله؟ او مثلا عندي انا هون الموديل هو تاسك، فانا عم سمي المايجريشن تبعه ما عم سميه تاسكس، صحيح انه عم سميه تاسك حسب ما بده لارافيل، لكن قبل هي الكلمه في قبلها مثلا ماي تاسكس، فهو الموديل ما راح يتعرف على هذا التيبل. طبعا كيف بخليه يتعرف؟ رح اروح على الموديل، تمام، بدخل على التاسك على الموديل، انتبهوا ها، انا بدخل على الموديل، تمام، بنزل سطر، انا محل ما بكتب الكود تبعي ضمن الكلاس، تمام، هاي اليوز ما بتهمني حاليا تبع الفاكتوري، انا بدي اكتب هون. لاحظوا شو عم يحكي لي ضمن الدوكيومنتيشن، مو حكينا اتفقنا انه هي التيبل نيمز، فلاحظوا شو كاتب عنده، كاتب بروتكتد تيبل ومسمي التيبل تبعه الاسم يلي مانو متعارف عليه ضمن اللارافيل، فانا بنسخ هذا الامر وبروح بعمل له بيست وبعمل له بروتكتد، تمام، تيبل، تمام، شفتوا المتغير تبع التيبل؟ هو لما قال له متغير تيبل فهو بيفهم انه انا عم عين له التيبل تبعه لهذا الموديل، وهون بعطيه اسم الموديل تبعي، مثلا انا كنت مسميه ماي تاسكس، تمام، هيك صار متعرف على التيبل تبعه. انا طبعا هلا ما حيتعرف عليه لانه ما عندي تيبل اسمه ضمن المايجريشن اسمه ماي تاسكس، لا انا اسمه تاسكس، وفيني اكد له عادي قل له اسم المايجريشن تبعك هو تاسكس، فهو على الحالتين راح يقدر يوصل له. نحن تعلمنا هلا كيف بيعمل التيبل نيم، كيف بخصص التيبل المسؤول عن هذا الموديل او المرتبط فيه لهذا الموديل. رح ننزل شوي لتحت رح لاقي شيء اسمه البرايمري كي. طيب شو هو هذا البرايمري كي؟ كمان معرفه عن طريق بروتكتد، بقول له برايمري كي وبقول له شو اسمه للبرايمري كي. طيب نحن حاليا باي ديفولت ضمن اللارافيل رح بيكون البرايمري كي هو الاي دي. هلا بالنسبة للأشخاص اللي بتعرف شو يعني برايمري كي، فهو مفتاح أساسي هو بيكون دائما عندي اياه الاي دي، لكن لقدام مثلا ضمن
اي حاله ممكن انت تواجهها، فممكن بتغير البرايمري كي. فبس خلي عندك معلومه انه فيك تغير البرايمري كي ضمن الجدول. انا الكولوم اللي اسمه اي دي هو الباي ديفولت اتفقنا، لكن لو بدي خصصه بقول له برايمري كي، بسمي شو اسم الكولوم تبع البرايمري كي الجديد، تمام؟ مثل معامل بهذا السطر، وطبعا ضمن الموديل رح بتتم هي العمليه. طيب كتير ممتاز. كنت ناوي كمان اعطيكم كمان يمكن امرين او امر عن الكوماند ارتيزان، لكن عم فكر انه بهذا اليوم بكفي كرمال ما اضغط عليكم اكثر بالمعلومات. بنشوفهم بوقتهم اصلا يعني مو مرتبطين بالموديل تماما، هن مسؤولين عن المايجريشن. بيكونوا بالفيديو الجاي او اللي بعده رح نتعرف عليهم بالتفصيل للامرين اللي رح ناخدهم. بشوفكم بالفيديو الجاي.